ميران كأنه صاير شيء. اهدي شوي هلأ منعرف، لا تتوتري. جيهان؟ شو القصة؟ خير بابا، شو بدهم هدول؟ خير يا حضرة الشرطي. حنيفة ديربانت، شو في؟ جيهان شو الموضوع؟ والله ما بعرف، هلا منفهم. بابا لا تخاف، استني لنفهم القصة. شو في؟ مين حنيفة ديربانت؟ تفضل، أنا. أنت متهمة بحرق بيت مزرعة عائلة شاد أوغلو، تفضلي معنا. شو؟ لا شو عم بتقول؟ أنا ما دخلت هذا الشيء. أنا ما سويت هيك شيء. تركني، أنا ما دخلت. هذا أنا ساعدني؟ لا تشغلي بالك، بحلوك. أنا رح ساعدك. أنا ما ذنبي هالشيء، كلياتكم شفتوني، أنا ما تحركت من هالقصر. جيهان آغا، ساعدوني. الشرطي، أكيد في سوء تفاهم. حنيفة موجودة من زمان بعصري، ومنعتبرها من هاي العيلة، ومستحيل تساوي هيك شيء. ما في أي سوء تفاهم، في معنى أمر باعتقال حنيفة ديربانت ورح تجي معنا، خدوها. لا قولوا بالكم، أكيد في غلط. أنا ما دخلت جيهان آغا، أنا طول الوقت هي عايشة معنا من زمان، ليش تحرق بيت مزرعات؟ في غلط. هيك الأوامر، اسألوا المدعي العام. طبعا رح نسأله. يلا بابا ماشي. جيهان خبر. ماشي بابا. جيهان خبرنا شو بيصير. ميران يلا خلينا نلحقن على المخفر. معقولة؟ ما شاء الله هاليوم قديش حلو. الله يبعث الخير. ما شاء الله، مع انه عم تصير العجايب بهالقصر، بس لساتني هون وانا لساتني منيحة. يا عزيزة، لو انك بتعرفي شو يلي عم ينحاك من ورا ظهرك، لكنتي هربتي على الفضاء مو بس على فارس. ما بتعرفي شو ساويت او لسه شو بدي ساوي كمان. انت عم تحكي عن عزيزة يا سلطانة، نسيانة انك صاير عم تشبهيها شوي. امي خير ان شاء الله، شو عم تساوي هون؟ شو عم بصير كمان؟ شو الموضوع؟ يا خانم انت كيف بتفوت هيك؟ اعتقلوا حنيفة خانم. شو؟ انت شو عم تقول؟